السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شايف الحبيب ازاي حضرتك؟ بخير والله الحمد. ربنا يديمها عليك نعمة يا رب. كنت سمعت لحضرتك فتوى عن ختم القرآن في الصلوات الجهرية، قلت بدعة ولا يجوز، وقلت فذلك أهل الزمان. عفوا، ختم إيه؟ ختم قراءة القرآن في الصلوات الجهرية، ختم القرآن بالترتيب في الصلوات الجهرية. حضرتك فيديو كده حضرتك قلت دي فذلكة أهل الزمان ولا يجوز وبدعة. لا لا لا، فذلكة كده بنفس اللفظ، كانت الفذلكة. الفيديو حضرتك اللي على اليوتيوب شفته غير حضرتك. كانت الفذلكة أذكر أن أنا استعملتها في مسألة من باب الرياء يعني، والأئمة بيستعملوها ليه؟ بيتفذلكوا أن أنا أختم القرآن كله بقى في الصلوات الجهرية وكده. صبرا عليا بس، اصبر. نعم؟ اصبر اصبر. حاضر حاضر. اذكر ان كلمة الفزلكة صدرت مني بناء على ان مثلا كان احدهم يقول والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق، يرجع يعيد يقول الطارق النجم الثاقب ونحوها، سبح اسم ربك الاعلى، وافترض اننا نقول الذي خلق فسوى، هو يقول الاعلى الذي خلق فسوى. دي اللي قلت فيها فزلك. الذي انت تذكره قد أكون قلته لم أقله، لكن أنا أقول لك الآن لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض في الصلوات المفروضة أنه كان يبدأ القرآن في الفجر ويتمم ما انتهى إليه في المغرب ويتمم ما انتهى إليه في العشاء وثاني يوم يتمم. هذا لم يرد عن رسول الله، سمعتني؟ وبعدها احدهم يكتب لك على الوضوح، لكن طب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني صلى التراويح بجماعه، هي سنه بعد النبي، سنه أيوه حسنه عندما الخطاب. أيوه اما أيوه أيوه المسلمين، بس كان الفرائض تصلى، والرسول قال هلا صليت بسبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى. احنا لا نقول باطلا، لو الموضوع مش منسق في الفجر والمغرب، ممكن هو في العشاء بس، المغرب ممكن بنوع يا حبيبي. لا عفوا، ولكن انا في مسجد معين العشاء فقط. عفوا عفوا، هل أنا مخطئ إذا قلت لك اتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا، لا خلاص اتبع هدي محمد بس، واترك هديك وهدي شيخك. أنا يعني تجبرني على المراجعة، ليست تجبرك، أنت ما تراجع قرآنك على الناس، أنت صلي لوحدك نافلة، راجع كيف تشاء، لكن أنا جئت أصلي وراك، تراجع قرآنك علي ليه؟ أنا أريد أن أصلي فرض الله لي. هي وجه واحد، بصلي بوجه واحد يا حبيبي. يعني اتبع السنة، اتبع السنة، اتبع سنة النبي محمد. الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله، يا أخي مالهم الشيخ فلان والشيخ علان يا شيخ؟ ليست لي أسوة حسنة في الشيخ فلان، أسوتي في رسول الله، افهم. هو ربنا قال أسوتكم في الشيخ فلان؟ شيخ يصلي الفجر إلى أن تطلع الشمس ويصلي العشاء بالبقرة، أسوتي؟ أسوتي محمد ابن عبد الله. افهم دينك، افهم من أين تأخذ دينك. ضلال الفرق كلها بسبب تعظيم الأئمة تعظيما أخرجهم عن الكتاب والسنة. افهم دينك، افهم كيف تأخذ، من أين تأخذ دينك؟ أخذ ديني من الشيخ فلان والشيخ فلان أم رسول الله؟ شيخي رسول الله بس، خلاص. هو أفضل هدي وأكمل هدي، أكمل من هدي مصطفى العدو، أكمل من هدي أسامة عبد العظيم، أكمل من هدي محمد إسماعيل المقدم، أكمل من هدي ابن عباس، أكمل من هدي ابن مسعود، أكمل من هدي ابن باز، أكمل من هدي الألباني، أكمل من كل هدي، هدي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني هو أحد المشايخ والله، يعني شيخ تقيل يا باب قلبي. يا الله، أعوذ بالله من الشيطان. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. غريبا يقول الشيخ فلان والشيخ فلان. قال ابن عباس يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهو من أين تأخذون دينكم؟ هذه الفتنة التي حلت بالناس، كل الجماعات مصيبتها في تقليد المشايخ وترك هدي رسول الله، المغالاة في حب المشايخ واتباعهم بلا كبير برهان. في دائما في كل الخطب إن خير الهدي هدي محمد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، ليل نهار يقولوها في الخطب، لكن عند الأهواء واحد يراجع، ولك راجع حفظي عن الناس.